مصر الأرض والشعب والتاريخ، مهد الحضارة ومركز الإشعاع الإنساني الذي أضاء للبشرية سبل التقدم والازدهار. تاريخها حافل بالتجارب والخبرات، فصاغ فكر ووجدان شعبها بكثير من القيم الإنسانية النبيلة. مناخها جاذب للسياحة في معظم فصول السنة، تجمع بين التاريخ وإشراقة المستقبل. إنها مصر، قلب العالم ودرة ارتكازه، بموقعها العبقري وإرثها الحضاري وعطائها الفكري والعلمي. بين ماض مجيد وواقع جديد، سعت مصر لامتلاك آليات القوة، فنجحت في فرض إرادة السلام وحفظت أرضها وصانت حدودها بوحدة شعبها الأبي وجيشها الفتي. وتواصل مصر بناء مجدها العسكري لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية عبر امتلاك أحدث النظم التسليحية الدفاعية. وتفيض مصر بعطائها العسكري لحماية أهداف الأمن والسلام الدولي كخيار استراتيجي وطني. جيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي. دي استراتيجيتنا وده عقائدنا ودي ثوابتنا اللي ما بتتغيرش. مكانة عسكرية مهدت الطريق لإقامة أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، إدكس 2018، أشادت بنجاحه كافة الجهات الدولية المتخصصة. ومن جديد تتوالى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في التخطيط والإعداد والتجهيز بالتعاون مع شركة AWE. المكان مركز مصر للمعارض الدولية. الزمان من 29 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر 2021. الحدث انطلاق المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2021. منصة عالمية لاستعراض وتطوير أحدث الآليات والمعدات والأساليب التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية. حدث عسكري استثنائي برعاية القيادة السياسية المصرية. أجنحة مختلفة تضم أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تصنيع الأسلحة حول العالم. أكثر من 10,000 زائر على رأسهم كبار القادة العسكريين ورواد الصناعة يستعرضون آخر المستجدات في أضخم سوق من نوعه في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية. إن حضور مصر يتجلى على نحو مثالي عبر أحدث منتجات وزارة الإنتاج الحربي وجهاز الصناعات والخدمات البحرية. والهيئة العربية للتصنيع. والشركة العربية العالمية للبصريات. ملتقى هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. آلية دولية لعرض أهم الوسائل العسكرية الفاعلة في مجال تأمين الحدود، الموانئ والمطارات، أمن الأراضي، الأمن المعلوماتي. معرض عالمي
لدعم المساعي الدولية لمجابهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، وذلك عبر تخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية والحلول التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول. إيدكس 2021، رصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر الدفاعية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى، كما يساهم بشكل فعال في تنشيط السياحة المصرية. حدث عالمي يعزز قدرات القوات المسلحة في تسويق منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية وآليات مجابهة المخاطر، حفاظاً على الأمن الإقليمي واستقرار الدولة. إيدكس 2021، انطلاقة مصرية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية والصناعات الحربية حول العالم، ومستقبل واعد بالخير والأمن والسلام للعالم من حولنا. المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية في مصر.